السلام عليكم المشاهدين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونهاركم مبروك. المهم جات الساعة ديال الحسم، يعني نهاية المسابقة. كما شفتوا معنا تبارك الله على الفريق الأزرق والفريق الأحمر، وتبارك الله علينا كاملين وعليكم كاملين، وعسفقوا علينا وعليكم. كما كتشوفوا هذا اللي عنا منزلين هذه اللعبات بثلاثة هنايا، هذا فيهم كوحدة فيها المبلغ ديالها. انتم غادي تعرفوا معانا ديال من هذه وديال من هذه وديال من هذه، ولكن الفائده من هذا الشيء كامل، التحدي هذا كامل اللي عملناه في هذا رمضان، باش يكون واحد المنافسه بهذا المبلغ هذا، ويكون يعني واحد النديه ما بين الفريقين، حتى نتوما تكونوا دائما مستمتعين معانا، ويكونوا كتستناو ديك التحدي، ويكونوا فهمتوا يعني كتستناو شي حاجه، واحد المحتوى اللي ترفيهي باش تضحكوا معانا وبزاف الحوايج. والله الا هذاك هو الهدف من ديك الشيء كامل. حنا كنشوف التعليق ديالكم ما شاء الله كاملكم فرحانين ضحكانين معانا، كنقول تبارك الله، كنجوز معكم واحد رمضان اللي اكيد غتوحشوهم، اللي غيبوز مثلا غيجي رمضان اخر غنكونو افتقدنا التحديات ديالكم، غنكونو توحشنا هاد الاجواء. وفعلا ماشي غير نتوما، والله الا حتى حنايا غنكونو توحشنا هاد الاجواء اللي كنعيشوها، لان حتى حنا كنحسو بهاد الاجواء اللي كنعيشوها كنستمتعو بها والله العظيم بالله. المهم قبل ما نعرفوا شكون الفائز معانا وشكون، لان باش تكونوا عارفين حنايا باش ما نضروا حتى شي واحد فيهم، عندنا هنا المرتبه الاولى وعندنا هنا المرتبه الثانيه والثالثه. بالنسبه لمحمد، محمد راكم من الاول قال لكم اللي كاين، قال باللي راه قال انا داخل في المسابقه باش كنعاون الفريق، يعني انتم عارفين محمد كيصور فيديوهات ديالو، عاوتاني معانا كيدبر منا من ناصب عنده الدخول ديالو، باش تكونوا عارفين. شكرا. زائد واحد القضيه، بقات شكون اللي بقى دابا في المنافسه؟ بقات فاطمه والحسن وحمد ثلاثي المراه. اي حنايا انا ووصال خارجين، كما هضرنا معكم في النوبه الاول، قلنا لكم في الاول رمضان قبل ما نبداو المسابقه، قلنا لكم حنايا ما محسوبينش، احنا اصحاب القناه طبعا. زائد البنات اللي هما مريم ومروى، مريم ومروى حتى هما داخلين في المسابقه، تعاونوا معنا تبارك الله، ولكن مريم ومروى قالوا لي با ديك الشيء اللي غادي عطينا شرينا به غير الحوايج في هذا العيد وتهلا فينا. قلت لهم مزيان الله يرضى عليكم، كي جاتكم فكره مزيانه، حتى هما تبارك الله عليهم عندهم العقل، وراهم دابا مريم ومروى راهم دابا كيوجدوا الفطور هنا في الكوزينه، مريم هي في البيت شبرقه كنعسو، ومروه خدامه كتوجد. ودابا قبل ما نعرفوا شنو المبلغ اللي عندنا هنا وشكون الفائز معنا المرتبه الاولى والثانيه والثالثه، نخليه يوصل يهضر معكم ويهضر معكم حتى هما. دابا دقيقه هذا الحسم، انا الحمد لله ما باغي نجيب الفلوس باش هاني مع راسي دابا. لا لا لا، انا خاصني الفريق ديالي يربح، انا خاصني الفريق ديالي يربح. اللقيطه صراحه كتكون صعيبه، كيكون واحد تحط في الوسط واحد الحامل واحد. احنا علاش نسحب عمي والمرض عمي ونسحب الثاني ونسحبنا باش المبلغ كل ما نسحبنا كل ما كيزيد يطلع بثلاثه، فهمت؟ يعني الا جينا ندوك كاملين كنا المبلغ عايط، احنا نسحبنا باش المبلغ يطلع لنا، يعني احنا كنستافدوا الحمد لله. مش يطلع احنا كما قلنا لكم مثلا احنا عاملين 10000 درهم في الربحه في المسابقه، الا جينا احنا دخلنا معاهم في المسابقه بقينا داخل في المسابقه وقسمنا مثلا مع الفريق ديك 10000 درهم، راه بدينا 3 درهم احنا بالعكس احنا خلينا هما اللي يفوزوا باش ديك المبلغ يجيهم مزيان. وهذا الشيء اللي كاين، والهدف من هذا الشيء كامل هما اننا هما الحمد لله دائما متعاونين معنا وحنا متعاونين معاهم الحمد لله، بلا حتى حاجه بلا كاميرا بلا حتى حاجه، هما كيجبرونا حنا كنجبروهم، هما كيقولوا لنا ملي تكونوا عاد تصوروا عيطوا لنا بلا حتى شي حاجه، هما كيجيو لعندي ماشي من اجل مثلا اللي عيصوروا معايا ولا شي حاجه خصني نطيهم، لا كاين شي تعليق انا كنشوف شي بعض الاخوان كيقول لك ضروري فيما خصهم فيما يبانوا معاكم خصك تعطيهم، لا احنا ما عندناش هذه الفكره هذه لا والو. داكشي كيبقى الحمد لله الحمد لله غنصور واخا ما يعطيناش وما نصوروش عطينا وحنا ماشيين. داكشي اللي كان انا الحاجات اللي كنعملهم انا كنعملهم مع راسي شنو كنعمل بلا كاميرا بلا والو، انا محتاج نصيوني. قال لك وزنها واعره قسما بالله. الله يقواك النهار ما نحسوش به مره الحمد لله. دائما نشاط والضحك النهار ما كنعيقوش فيه، والله ما كنحسوا بالنهار الحمد لله. خلوا
الكلمه الوصال. السلام عليكم الحبايب ديالنا، كيف نتوما لاباس عليكم؟ بخير مزيانين، نتمنى ان الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. كما كتشوفوا دابا بلغنا النهايه يعني ديال المسابقه، دابا اللي ربح ربح واللي خسر خسر، دابا المشكله نزيدوا فيها. يا ربي الفريق الاحمر فين ديا؟ في الوسط دابا انتي ما بقيت لا مع هذا ولا لا لا لا، واخا خصني الفرقه ديالي تربح، خصني الفرقه الحمراء تربح، واخا ما تديو تاري خصني عاد نسمع ديك الفريق الاحمر ربح. تمارين اللي ضربتها السيمانه خصني نقول لك، تمارين ضربتها الشهر خصني نسمع الفريق الاحمر ربح، باش يا ربي يا ربي عاد المره نربح ولا بغا تجي الموت عاد تجي. المهم لا 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 واقيلا عندنا الغرض. دابا عاوتاني غنخلي واحد الكلمه لاختي فاطمه عاوتاني نعبر على داكشي اللي عندها ونقول لكم داكشي اللي عندها وتسمعوا منا انت هما عاوتاني. السلام عليكم اخوتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين هانين كما كتشوفوا. دابا واحد الجمعيه محمسين حمد اش فيها؟ محمسين بدخمي وين معايا الفريق ديالي يا صاحبي؟ انا بعمل اقول شويه الفريق الازرق معروف هادشي هادشي انا الحمد لله رابحين رابحين. انا دابا حنا رابحين الجمهور، رابحين الجمعيه واعره ومحمسين، واحد الفرحه ما تصورش. انا صالحتهم دابا صافي صافي، ثمانيه بعيده مزيانه وسمحت بالفريق الازرق والفريق الاحمر كل شيء الازرق والاحمر. خلوا عاوتاني واحد الكلمه اللي حسن. السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ بخير صحة لاباس هانيين كلشي بخير، وعواشركم مبروكة وعيدكم مبارك سعيد مسبقا. والحمد لله. المهم شكرا بعد على الكلمة الزوينة اللي قلتو في حقنا، وحنا الحمد لله دوزنا هذا رمضان دوزناه بواحد النشاط وواحد الفرحة، يعني فرحنا كاملين كاملين معاكم مع بعضنا الحمد لله. وحنا ماشي من أجل هالربحة هذه، ولكن يعني بنادم عود كيحضر واحد الحماس وواحد واحد الفرحة واحد لما العائلة. وشكرا لكم بزاف. كلمات كلمة ما خليت الإمام قلنا كنتم المشاهدين لاباس عليكم بخير، كل ما تكونوا كاملين بخير وعلى خير. دوزنا معكم واحد النشاط ودوزنا هذا رمضان الحمد لله، والله إلا مخيا والنهار كيبوز والله إلا حتى شوية والله العظيم. دوزنا واحد رمضان واعر معكم، دوزنا المسابقة عاود فيها التشويق وفيها المهم ما نقولكمش واحد الشيء واعر صراحة. ايوا دابا الجائزه، دابا وصلنا للاخر، دابا وصلنا للاخر ديال الجائزه. ديال راسي ديال اللحظه اللي كنهديو التحيه للوالد ديالي والوالده الحبيبه، وشكرا للجمهور كامل اللي مشجعنا واللي كيقول في حقنا والمغاربه كامل داخل الوطن وخارج الوطن. المهم دابا جاء وقت الحاسم كما شفتوا معانا، كانت واحد المسابقه اللي واعره، استمتعنا حنا واستمتعتوا معانا، انتم ربحتونا وحنا ربحناكم، وحنا كعائله ربحنا بعضنا. جاء وقت الحاسم دابا باش تعرفوا معانا شكون فاز بالمرتبه الاولى وشكون فاز المرتبة الثانية، لأن بكل صراحة حنا في الأول ما كانش عندنا المرتبة الثانية نهائية، كان عندنا المرتبة الأولى، يعني فريق واحد هو اللي غيفوز والفريق الثاني ما غادي والو. ولكن حنا في الحقيقة من الأول كنا مخططين لهذا الشيء هذا باش تكون عارفين أنا ووصال، يعني كنا مخططين لهذا الشيء هذا. عندنا هنايا الجائزة في الوسط أختي فاطمة، عندنا هنايا الجائزة بحمد، جائزة محسن. يلا عطى عاد الذي ديالك وعاد احسب لنا المبلغ ديالك اللي فزت. بسم الله توكلنا عليك، انا قول يدي ياكلوني لان يدي البلع في اللي حد الله. جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يا قيل وفي 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 أربعة نبدا صحة والراحة، 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 الفريق ديالك، سلم، لا ننسى شي الخير، لا ننسى شي الخير، صحة والراحة. دابا عاوتاني المشاهدين جائزة لأختي فاطمة باش تلقى عاوتاني ونحسبوها معاكم. يلا يلا سيب رزقك بسم الله. فاطمة توكلنا عليك الله. جوج ثلاثة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة شوية عليها
20 اللي هي 1,40,000 يعني كاينين الجاليه اللي برا ما 160 تساوي هذيك 800 اورو مثلا باش يعرفوا حتى الجزائريين اللي متبعينا والجاليه اللي على برا عاوتاني 800 اورو اللي فازوا بها فاطمه واحمد فريق الازرق ودابا عاوتاني باقي لنا هنايا المبلغ عبد الحسن عاوتاني يلا من الاولى الفرقه الاحمر بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يا قد اول حاجه الناس اللي كانوا يقولوا بزاف بزاف ديال الناس كانوا يقولوا زعما قالوا 10000 درهم قسمالي دينا انت عودت واحد بزاف ديت عود بزاف البركه وقسمت على ثلاثه يعني الفكره مزيانه الحمد لله. المشاهدين ما درت الفرس تا فواحد لا بغينا كلها ناخذها من كامل هو اهم حاجه هي المجموعه والضحك مزيانه ديت مني على العين ماشي فاطينا وانا ما ديتش منك انا استمعي كنت تقول لي هذيك على خطه انا ومكينا باش نلقاو ديك التشويق بيناتنا عاصمه المجنون فرقوا فيه ما يدازوا عرفوا عاود تصالحوا باش اخر ويصال وعمتي على المجنون وما مساكين اللي كانوا زعما كانوا تمارا الشهوه واقفين اللي كانوا واقفين كيضربوا تمارا بزاف حيت احنا ما نعرفوا كيف تعمل شوفوا عاورونا اشنو واقيو احنا تابعين في الحقيقه كرنا فيها انا ويصال قلنا هما عندهم كم المسؤوليه ديالهم احمد بوليداتو الحسن بوليداتو اختي فاطمه بوليداتها قلنا ها اللي غنعملوا يعني اللي غدي هذا باش كل شيء فرحان ونشطان الحمد لله وحنا من هذا الشيء هذا كامل كما قلت لكم قبل هو اننا الحمد لله حنا رابحينهم وما رابحيننا يعني كعائله حنا عاود رابحين الجمهور اللي كيحبنا وكيحماق علينا حتى حنا كنحماقوا عليكم ربي يحفظكم وقولوا لنا كيف جاتكم المفاجاه اللي عملنا لهم دابا شحال قلت لكم انا في الاول في المسابقه 10000 درهم المسابقه ما بقاش فيها 10000 درهم دابا ولات فيها 12000 درهم اللي هي 4000 درهم الواحد وصحتو هذا الشهر هذا اللي والجمعه ديالنا والله هذا هو اهم حاجه والله الا نقطه بيناتنا حنايا ان النقطه اللي مهمه بيناتنا حنايا هي القلوب صافيه الحمد لله اي حاجه عندنا على الطاوله نجمعوا في الوجه نضحكوا في الوجه كاين شي حاجه كنقولوها في الوجه الناس على الطاوله كلشي على الطاوله ما بقاش ديك الطاوله عاود كيجيو كيتحطوا على الطاوله بصح لا والله انا كنهضر زعما نيش الحمد لله الحاجه اللي مزيانه بيناتنا هي القلوب ديالنا صافيه مع بعضياتنا كما قال عمي الجمع ديالنا هو الاهم الاهم من كل شيء لان ملي كل انسان يعني القلب على القلب هذاك هو الدنيا هو الان هذاك هو الربح ديالنا حنا والله خلينا ديال مجموعين والله خلينا عمتي وعمي ومراد عمي ولاد عمي وخلينا العزيزه وجدي والوالد ديالنا وخلينا العائله ديالنا الحمد لله على كل شيء والله يخليكم لنا انتم اللي بيكم انتم الفيديو طالعين وهذا الحب اللي ماشي خصوصا راه هذا رمضان قرينا التعاليق راه صراحه واحد الفرحه ملي كنقراو ديك التعاليق وديك الكلام الطيب من عندكم
شكرا لكم بزاف الله يحفظكم. كنشكر حتى وصال تبارك الله اللي كانت واقفه عاوتاني اختي فاطمه الدراري ديالها مسكينه في رمضان الله يسمح لنا منا. انا كيعجبني اول حاجه النشاط والضوء ماشي كله كيتنسى من كيفطر كيتنسى راه قدا عكس الطاقه دايره وصحه الله ربي في رمضان يعطي واحد الطاقه للانسان واخا الصيام مجبور واقف ويصبر. انا صراحه انا رمضان ما كيغلبني شي انا ثاني عاود امين خلف الله ماشي اللي كاين ماشي اللي كاين الله يزيدكم الله يخليك والله يحفظك والله ينجيك. لا معاه دائما الحمد لله حنا الحمد لله حنا دائما مع رعيتنا كيف حال ما كان كيف حال ما كانش حنا ماشي مثلا جينا مثلا لا عمر ولا عاش مثلا هو ماشي زعما عقل الكاميرا ما قصرش من جهته الصراحه زعما تا هو ما قصرش من جهته الصراحه الله شي هذا كيعاود كيسجعنا عاود وكي فهمتي ومن غير الكاميرا عاوتاني الحمد لله ما كيقصرش من جهته في اي حاجه الحمد لله صراحه لا كاميرا بلا حتى حاجه حنا من الاول ماشي عاد دابا حنا دائما كنقولوا هاد الاشياء هذه والناس دابا يقول شي حاجه كل واحد عنده الراي ديالو حتى حنا كنحترموا جميع الاراء حنا كنوضحوا المعلومات اولا مثلا مع حنيني والعزيزه عمي مع العائله كاملين نمشيو بلا حتى حاجه احنا الحمد لله مع بعضياتنا الناس عارفين الحمد لله الحمد لله مزيان صافي الجمعيه مزيان صافي هادشي اللي كاين بلادهم هو يكون مزيان والله نطلبوا الله في المغفره والرحمه على جميع المسلمين في العواشر والله يتقبل منا الصيام والقيام والعباده على جميع المسلمين امين يا رب. نطلب الله سبحانه وتعالى سعدات اللي دار الخير في هذا رمضان والقول وقال شي حاجه مزيانه خد لنا رزاق توقع شو كاين احنا ما بغيناش مثلا نقول لكم في صافي عا كيفاش عا كل جائزه وكيفاش بغينا دائما تكون مفاجات معنا يكون واحد المفاجاه شتي انتما تجيو مفاجاه حتى الفريق ديالنا كيجي مفاجاه حتى ما بيدو معاو ثاني ما فاهمين والو كما جات مفاجاه واعره وفرحوا كما شفتوهم دابا انتما عارفين واش انا مثلا انا نقدر نفرق بيناتهم لا ما نقدرش نفرق بيناتهم صراحه كلها كلاش يغلو كلها كنوقفو كلها تا هما زعما صراحه عندي الحال شحال توقعوا زعما يكون هنا اليوم انا والله الا عندي بحال بحال والله ما كنفرق بيناتهم شوف انا عندي بحال ولد خايف بحال بنت خايف بحال اختي شتي انا عندي بحال بحال اختي فاطمه على حسب بحال عندي بحال بحال انا ما كنفرقش بيناتهم لا زعما الصراحه الله عاوما كاين فكره عاود شي فكره عاود محل شاهدين باش يعرفوك خدام كيدير الفكره عاود درت لنا في القضيه فيها فلوس والله ما عندي ما تخرجش الفلوس دخل هذا الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه شنو قلنا انا وياك على الجائزه ديالك قال عيط فاش غنطلع لمرتي في العطله عيشري لي الحوايج العيد وعيد دور معايا ولا نعطيك الفلوس اللي يداك انت تشري لا احسن شريني الا عطاك فلوس بيعطيك فلوس قليل الا شريك مش لك شحنه كبير انا عرفي كنت الله فيها مكان داخلك كنقول يا الله اللي بغيت اسمعني الصيفي يا مروه الصيفي مشينا انا ومريم ومروه عند الدار الجديده عند ويصال سولنا قلنا لها فين مروه قالت لنا مروه راه مع صحاباتها في هذه خدامين أجلسي في القهوة والسكان ديال معلقين عليها ما كان عندي الطاك والصاد والقهاوي والفاناتشية ما جبرتهاش نسول عليها ما جبرتهاش شريت همبرغر وما عجبهاش وخلات وعاود عشان على الطاك بالصيف ملي كنا في الدار الجديدة تما في ريزيبون تعرفت على شي صحابة من فرنسا شي بنات تما من فرنسا كيقيلوا تما في لابيسين يعوموا وفي الليل كتطلع لعنا الدار كدوش وكتلبس عليها وكتعمل عليها الصك ديالها وكنقول لها ماشي كنقول لصحاباتي كيستناوني لتحت دايزين لواحد الريستو من اللي انا كاين عندنا واحد الريستو تماعي في الريزيدونس يعني ماشي خارج ولا هذه عيت تما عندنا في قريبه هي عندي الدار هي من عمل الدار كنخرجوا لي تما كنقول لي عطوني الفلوس باش نمشي عند مع صحاباتي نتعشاو كنعطي الفلوس كنخرجوا تما اللي كنخرجوا كنجبرهم جالسين زعما كيضربوا في الباركوس هما نهار ما كنخرجش تخرج كيجيو يدقوا عليها يكون عجبكم الفيديو نكونوا دائما خفاف مضربين على قلبكم ولهلا خطيكم علينا
ايوا ان شاء الله يا ربي دابا خلينا نوض باش نحطوا الفطور ديالنا. شكرا لكم بزاف وخليكم معنا لان ان شاء الله باش نسافروا عاوتاني في هذا اليومين ان شاء الله بتشوفونا في المدينه عاوتاني مع الوالدين، يعني غيكون ختامها مسك تما ان شاء الله يا ربي، وعاد تشوفوا معنا الاجواء تما عاوتاني المفاجات كيفاش شنو غنعملوا في المدينه بزاف الحوايج. شوف شحال دوزنا، خليكم معنا وما تصدقوش. السلام عليكم.